ماشي من الضروري ان تكون خدمات معايا السعوديه او لا. انا بزاف الفنانين اللي ما خدموش معايا، وهذا ما تعنيش انني انا ما عنديش شركه هذا خدام معايا، لا، هما كلنا حنا كلنا فنانين كنتميو لعائله واحده، كناكلوا من خبز واحد، كناكلوا كنتمتعوا بنفس يعني الامتيازات اللي كاينين او لا كنعانيوا نفس المعاناه اللي كنعانيوها مجموعين. فالسعوديه من الناس القدام اللي كان محطه انا امام حدا نعيم المشرقي، حدا امين رشيد، حدا، ولكن من الفنانات اللي ما داروش بلاصتهم في الميدان الفني بواحد الطريقه بحال الاخرين يعني، واللي ما عرفش كيفاش تدافع على راسها، واللي اشتغلت مع عدد كبير ديال الفنانه. فهذا انا متعتنا فرجتنا. انا الان تنشوفها كمواطن كيتفرج في التلفزيون تيشوف هذه السيده ولا في المسرح او لا، فما يمكنش وانا يكون مواطن عادي، ما يمكنش ندوز انا مواطن عادي. انا المواطن العادي كان بامكاني باش نعاونه غادي نعاونه، لان هذا واجب، لان ربي سبحانه وتعالى بعدا اولا دخل في الدين ديالنا وفي التصرفات ديالنا وفي المعاملات ديالنا اننا خصنا نعاونوا بعضياتنا. حنا المغاربه، المغاربه بصفه عامه معروفين بهذه المساله هذه، كنعاونوا الناس، كاينين اللي كيديروا الخير في الوسط الفني. للاسف باقي عندنا شويه داك باقي ما مضامنينش يعني، باقي داك ربما واحد كيقول لك هذا كيدير هذه غير على قبل باش يبان، او لا هذا غير على قبل، او لا مشيت غادي يقولوا لي، او لا. فهذه المسائل خصها تحيد. بالنسبه للنقابات للاسف الشديد، النقابات ما كيقوموش بالعمل ديالهم، لان انا بصراحه ما عرفت كاينه مع شحال من نقابه، رغم كانت نقابه واحده اللي كانت كنا خدامين فيها وكانت مزيانه، ومن بعد ولا تالف، وداك التالف كنا خدامين فيه وكان مزيان يعني، ودرنا حقنا فيه بزاف د الحوايج. كذلك كانت معنا واحد، كانت المساعده والعنايه الكبيره ديال صاحب جلال الله ينصره، كان دائما حاضره مع الفنان. انا نقدر نقول لك واحد المساله، واحد المره كان في الموت ديال السي عبد السلام الشريبي الله يرحمه، واتصلنا بالديوان الملكي وعلى قبل العشاء ديال، وما نخبيش عليك ان سيدنا اتصل بيدو نفسه، وافراد من العائله الملكيه اتصلوا بيديهم وقاموا بالواجب وتهلاو في هذوك الناس. وطلب مني صاحب جلاله، قال اودي خص واحد من النقابه، وهي باش تكلمت مع السي حسن النفعلي باش يتصل بالديوان الملكي، وان العشاء ديال الفنان والدفن ديالو وداك الشيء كلشي يكون على حساب الديوان الملكي. وهذه مساله كان امر من صاحب الجلاله، يعني كان توصيه بطبيعه الحال من امر من صاحب الجلاله، وقال بان وحتى من ناحيه العنايه يعني كان اهتمام. فاي واحد يعني كاين خص غير الامور توصل، ولكن راه كذلك دي ميكانيزم، حط قوانين، حط بزاف الحوايج، حط مرافق. لقينا التنميه البشريه مثلا، بزاف المغاربه اللي ما عارفينش بعض الامتيازات اللي كاينه في التنميه البشريه، وما عرفتش علاش مخبينا ما تيقولوهاش اليوم. راه كانت اون ايدي جينيال من طرف صاحب الجلاله، وكانت عندها واحد البعد كبير وبعد اجتماعي كبير، ولكن للاسف الشديد التطبيق ديال بعض القوانين بعض الحوايج كاين اللي ما عارفهمش، كاين اللي ما عارفش حقوقه في هذا. خص الناس تسول، خص اللي يوريهم، خص اللي يقول لهم. فبالنسبه للميدان الفني كذلك، حنا الان حقوق التاليف مثلا عندنا واحد القسم اجتماعي في حقوق التاليف اللي هو تابع الوزاره ديال الثقافه، ولات بحال شي امتياز، خاصك تكون صاحب فلان ولا كتعرف فلان اللي هو مثلا اللي هو مثلا لو كونسيي ديال الوزير باش يقولها لي، باش تطلبوا، باش هو يهضر مع السيده المديره باش يعطيوه واحد الطرف ديال الفلوس لبحال هاد الناس. بينما هو حقه، لان هي مقيده في الحقوق المجاوره، مقيده في الحقوق ديال التاليف، وكيجي واحد البلاغ بسيط هزيل جدا ولينا كنتوصلوا به كاملين. علاش التلفازه ما كتخلصش؟ التلفازه ما كتخلصش الحقوق، الاخ تيم دوزيام تاع ما كيخلص. يعني كيفاش بغيتي هاد الفنان؟ الناس في اوروبا عايشين بحقوق التاليف. اوروبا واحد انا كنعرفو خدم معايا في الفيلم قال لي انا عايش بحقوق التاليف وعايش مزيان، يعني الفلوس اللي كيدخلوا لحقوق التاليف كثيره. فعلى الاقل تعطى لهاد بحال هاد السيده دابا، خاصها مثلا ليكوش، خاصها الترويض، خاصها لان عندها مرض مزمن، وخا دابا الشيخ خليفه جبناها وداوات واحد المده وداك الشيء بفضل عدد كبير ديال الدكاتره اللي ساعدونا الله يجازيهم بخير، والطاقم ديال الشيخ زايد اللي وقفوا معنا، الشيخ خليفه عفوا اللي وقفوا معنا، وبالاخص في هذا الجانب ديال الفابور. بزاف الناس اللي ما عارفينش انه اذا كان عندهم هذا الرميد اللي هو رميد التضامن، انه يقدر يداوى فابور في سميتو في الشيخ خليفه. ولكن كاين بعض الاطباء اللي تيديروا مجهود في هذا. انا تنعاود نزيد الشكر ديالي للطاقم الطبي والاداري ديال الشيخ خليفه على المساعده ديالهم. كذلك بغيت نوجه واحد الشكر للسيد الوزير ديال الوزير ديال الصحه اللي هو السي اي الطالب، انني واحد المره طلبت منه من خلال واحد العمل اللي كان عمل وطني،
وكان قال لي شحال خصنا نخلصوا، قلت لي انا ما بغيتش نتخلص، انا اللي بغيت هو ان الا كان شي فنان محتاج للتطبيب تاعو. قال لي هذاك راه واجب ديالنا. وفي الحقيقه فين ما تنعيط له، لان كاينين انا تنقولها في الحكومه ديال السي اخنوش، كاينين وزراء اللي يستحقون ماشي غير ميداليات ذهبيه وميداليات ديال العز وديال الافتخار، لانهم ناس تيقوموا بالواجب ديالهم وتيساعدوا تيعاونوا، بينما ناس اخرين اللي في القطاع للاسف الشديد ما كيديروش هادشي.